أطلع معاكم في الخبر الأخير اللي أحيا فيه الفنان طلال سلامة حفلاً فنياً في لاونج مطعم الفنان عباد الجوهر بالرياض. الأجواء طبعاً ما أقول لكم كانت ساحرة ومميزة، وطبعاً كاميرا روتانا خليجية تواجدت ونقلت لنا هذه الأجواء. خلونا نتابع مع زميلنا محمد الحسيني. الليلة بداية، أول بداية لنا بالنسبة للحفلات. اليوم إن شاء الله بيبدأ معنا الفنان الكبير طلال سلامة أبو محمد، فحيكون تدشين اللاونج الليلة بالفنان طلال سلامة وحضور الفنان الدكتور عباد الجوهر إن شاء الله. يا رقيق المشاعر وين راح الحزن، ليه ما شلت قلبي والله. هذه افتتاحية على قولتهم بركات أبو ناصر الله يعطيه العافية، هو بدعم من هيئة الترفيه، بدعم من معالي الشيخ، دعمنا واختار لنا الفنان المناسب في المكان المناسب، فنان طربي من الطراز الأول ويناسب للاونج عباد الجوهر. معروف عن الدكتور عباد الجوهر انه من الفنانين الطربيين الرواد في المملكه العربيه السعوديه وفي الوطن العربي بشكل عام. عيني عيني ثنتني للاسف ورخصتني، عيني عيني ثنتني. هي ليله مبهجه وسعيدة بوجود أحبابي، وخصوصا هو مشرفني أبو أسارة اليوم أستاذنا الكبير عبادي في نفس مكانه. هذه لها كمان رونق آخر وحضور آخر، أنه هو رجع من جدة عشاني، هذه أنا ما أقدرها ولا بأي ثمن، يعني تشرف كبير أنه هو يرجع عشان يقعد معي ويسمعني وأنا على المسرح. وأشكر معالي الشيخ تركي رمس الشيخ الله يحفظه على هذه الأجواء السعيدة المريحة والترفيه اللي كله مفعم بالرفاهية الفعلية. والله كثير أغاني في أهم في أشياء كثيرة تنفذت المفروض أركب صوتي عليها الآن، أو أبرزها إنه في أغنية اسمها رسالة إلى الوالد لسيدي خادم الحرمين الشريفين طول عمره. شكرا لزميلنا محمد الحسيني على هالتقرير الجميل، واكيد متحمسين على صوت طلال سلامة اللي يعتبر من الاصوات العريقه اللي اكيد موجوده على ساحه الفن من زمان. يعني انا استمتعت، وهو مقطع جدا بسيط. خلونا ننتقل